فاز على نص محطي بقى واحد صح. بعد لكم دكتور عدبي الشمري ان شاء الله موجود، خلينا نشوف دخله نمبر 1. ثانك يو. ستقام اولمبيا في موعدها. احمد اشكهاني يوم كان يشارك كان معاه فليكس لويس. من المدربين من الاماراتيين لهم مستقبل، والله كل المدربين اللي في الامارات زينين. المدربين في الامارات مدربين زينين، واي مدرب يساعد لاعب هو مدرب صراحه يكون تعبان مع اللاعب. وانا صراحه ادعم كل المدربين، ما اتكلم عن المدرب كلش، سواء عنده لاعبين او ما عنده. ضروره الشهاده العلميه لست المدرب، لا مو ضروري كلش. شو رايك بكيف الليفروني؟ احب جسمه وكنت معجب فيه وايد، بس بعدين من تغيرت نظرتي باللعبه حبيت جسم فليت اكثر من روني كولمان وفليكس بام. لا فروم انديا. ثانك يو برو. شو رايك جيرمي بوندي؟ جيرمي بوندي لاعب بطل قوي، وانا حاولت ان ارده على الخريطه مره ثانيه، بس جيرمي عنده اصابه. يعني احنا قعدنا نسوي ونحرك صار الحين 7 اسابيع ما تمرن كلش، فعنده عوار ضارة. اقدر ابني عضل من غير مكملات؟ اذا تقدر تاكل واكلك زين تقدر عادي. ان المكمل هو اسمه مكمل، مكمل غذائي، فانت باكلك زين 100% ما احتاج. Love you from Kuwait. Thank you, brother. Thank you. قبل فطور تمرن شنو تبي تحرق ولا بتحافظ؟ على حسب يعني سؤالك، تبي تحرق ولا تبي تحافظ؟ إذا أنت عندك حرق عالي لازم تكون بعد الوجبتين، وإذا أنت تبي تهدم لازم يكون قبلها بساعة ساعة ونص. حسام يقول لك الخفاش. الرسام يقول لك الخفاش فيه بروتين عالي، فيه بروتين نوع اسمه سالمونيا بروتين شورت اكتف. لاف يو برو، لاف يو، لاف يو. هلا والله. شو رايك كابتن زنهم؟ يا ليلى. كابتن شو رايك شباب العراق واللعب؟ اللاعبين العراق عندهم مستقبل قوي، لاعبين غايه واصلين لمسرح مستر اولمبيا. خالد محسناوي، احمد احمد، داني، في لاعبين من العراق راحوا خشبه مستر اولمبيا. لاعب تدرب تتمنى تدرب الحين؟ والله صراحه الحين ما اتمنى ولا العب، الحين اتمنى ان احافظ على تمريني ويخف الدوز علي عشان اتمرن واوصل مرحله زينه، ابي ارجع مستوى اقوى من كل سنه.
عشان الشيء الاساسي عشان تطلع عضلات بطن لازم تسوي دايت 100%. اهم شيء كارديو، اكلك يكون نظيف. بصراحه احسن جسم شفته بحياتي وبصراحه فليت رايك في لاعب طارق العلي كابتن. لو كان براند ماي منك تفضل ادرب. صدرك صعب، مخه صعب. المشكله مو اللاعب، مو بس جسم، لازم مخ. صدرك عنده مخه ضعيف جدا، انا تعاملت معه. صدرك لوين باياكي عندهم مخهم ضعيف، يعني هذول اشتغلوا مع مدربين، مو سبب المدرب اذا غلط في سبب فيه هو لانه مخه ضعيف. من اقوى انت ولا جابندي؟ جابندي رايك بطل عزيز جلالي لاعب حلو بس اختفى عن الساحه. فليت هل يقدر يصلح مشكله بطنه؟ لا، يعني مخ مو مخ معترف. كابتن اصابع اتكلم من بدايه مشواري يوم الخميس ان شاء الله بقعد قصه كامله، قصه مؤثره جدا، راح اقول لكم شلون صرت مدرب. قلت لكم لاين بايكي اشتغلت معه 3 أسابيع عنده مخ ضارب شيء مو طبيعي. اشتغلت معه، جربت معه، مخ ضارب. توب 5 بادي بيلدر لي هاني، لي هاني في الهيت. كيف اللي فروني فليكس سمير بنوت، هذول اللي انا حبيتهم احسن 5 أسامي في عالم بادي بيلدينغ. وش رايك بالمدرب هاني رامبوت؟ مدرب قوي جدا، مدرب عنده مستوى الأولمبية و I respect هاني. رايك بالكابتن عيسى عبيد؟ عيسى عبيد لاعب محترم وعنده مستقبل، جهز معانا في 2015. إذا استمر نفس العملية اللي كان فيها بالكويت راح يطلع منها. لهاني جدا حلو. هذول الخمسة أحب، أنا دائما أحب الأجسام الصغيرة، يعني ما أحب الكبيرة. عنده 19 مستوى أولمبيا حبيبي، هذا 19 مستوى أولمبيا عنده مو بالبادي بيلدينغ، بادي بيلدينغ عنده هو 7 مرات مع في الهيت، وعنده 2 مرات مع جاي كتلر، هذولي 9 مرات، وعنده الباجي بكيني، وعنده 3 مع جيرمي، لأن جيرمي أول بسنة هو كان قال لي جيرمي إنه هو كان يدرب نفسه. فأنا أكلمك على البادي بيلدينغ، ما حد عنده كتر لهاني ودوري نيتس 8 مرات ورا بعض، فهو عنده 9 بس متقطعة، ما عنده 8 مرات، عنده يعني عنده 2 مع لاعب غير وعنده 7 مع لاعب غير. فاللي جاي بالليفل القوي دورنيتس وليهامي اقوى 2، لازم واحد يحطمهم انه يصير احسن واحد. شنو موضوع بجرامي؟ ما ادري شنو الموضوع. منور رسمنا توقعاتي مستر امبيا جايه، رولي براندن
فيل هادي وليام بولانك دول توب فايف. دوري ست مرات، اعلى لاعبين فازوا 8 مرات مستمره ليهاني ودارين وروني كولمان. براندن اخباره تمام، براندن الحين وزنه 288 باوند، ما ادري كم بالكيلو، 200 ايه 100 امس عندي صور حق براندن وزنه 288 باوند، يعني قريب ال 130. وهذه السنه اكثر سنه اشتغلنا مع بعض عدل. رامي يجهز مع تشاد نيكول. هذا نوع والله ما أدري، أنا قلت رأيي مرة واحدة. هل أنت أول مدرب عربي يفوز مستر أنبياء؟ نعم. شوف رايك في روني كولمان سنة 89؟ لا لما غزك 98. أنا رامبو مايد لكويت كابتن. ايه رايك في كابتن محمود درع؟ لاعب بطل وانسان عنده مستقبل حلو، وورك هارد كور. هل الشيشة تأثر على العضلات؟ الشيشة تأثر على الصحة. هو إذا مصادق معك لا مو معي. رايك في محترف البحرين زي الحميد؟ عنده مستقبل حلو بس يبيله مدرب يصيد له الكونديشن 100%. من كان يدرب براندن قبلك؟ وين تحط نفسك بين المدربين؟ آخر واحد.
باجي له دقيقتين يطفي يا شباب. بشوف دكتور عدبي ساعة كم يكون فاضي دكتور الإصابات يفيدكم. هلا أبو فيصل. هلا أبو فيصل، هلا والله أبو فيصل أخوي الكبير وصاحب الإنجازات اللي كل لاعب في أكسجين يذكرها. ترى مو خوف شباب، مو خوف. الإنسان اللي ما ينكر، الإنسان دائما اللي ما ينكر يوصل، واللي ينكر يطيح بالأرض. تدرون بعد يعني أنتوا يعني هذا اللغز سهل جدا، شفتوا منه صعد منه طاح. أي إنسان ما ينكر حق الأبو ولا الأخو ولا أي شخص سواله يعني مستقبل وينكر يطيح على طول. يعني تصعد طبعا تطيح، ولا طحت ما تقوم. فلازم شيء كبير إنك أنت بيريت إن الشخص إنه ما ينكر الطيب. عبد الله حين يقدر براندين of course. في سؤال أبو فيصل قبل أن ينسك اللايف، كابتن أنت ليش مو متفائل رامي؟ شو ما قلت شيء أنا، أتمنى لك الخير، أتمنى له يا رب إنه يشوفه يفوز. بالعكس أتمنى لك الخير، ما قلت شيء عن رامي أنا. أنتوا يعني الحين قلت تبي تصيدني بيديت لساني، ما قلت شيء عن رامي أنا كلش. والله رامي المقصود عندك أنت تشوف سبحان الله الذنب، تبي ذنب. سجيم جيم مفتوح. I wish. يلا شباب يعطيكم العافية وما قصرتوا، وكل عام انتم بخير، وان شاء الله ينعاد عليكم بشهر رمضان وحق احبابكم، وان شاء الله يا رب كورونا فايروس انتهي منها، وان شاء الله نتقابل كلنا مع بعض. الله يوفقكم ان شاء الله، ان يكون لكم ان شاء الله. ضيعت وقتكم 5 دقائق او اي شيء.